بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث هو من كلام الله عز وجل إذ رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فيه يقول الله عز وجل يا ابن آدم، يذكره ضعفه وأنه ابن لآدم الذي خلقه الله عز وجل، وأن الناس سواء، لأن كل من على وجه هذه الأرض يصدق عليه أنه ابن آدم ما دام من ذريته، فلا فرق بيني وبينك وبين المشرقي والمغربي، فكلنا لآدم وآدم من تراب. يقول الله عز وجل إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا فيه أمران: فضل الدعاء لله عز وجل، وعدم القنوط من رحمة الله عز وجل. إن القنوط من رحمة الله عز وجل من ضعف الإيمان، بل لا يقنط من رحمة الله كمال القنوط وتمامه إلا من ليس بمؤمن، فالمؤمن مهما فعل من ذنب يعلم أن الله يغفره. وما ينقل في كتب بعض الصلحاء من أنه يبكي سنين طوالا على ذنب قد مضى، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا الصحابة، وقد فعلوا ذنوبا أعظم هو الشرك. الإنسان إذا صدق في توبته وانقطع عن ذنبه وعزم على عدم العود إليه وأحسن في العمل، فإن الله عز وجل مثيبه أحد أمرين: إما محو ذلك الذنب، أو قلب ذلك الذنب، قلب سيئات ذلك الذنب حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم قال الله عز وجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الله أكبر.